مرحبا بكم معي في قناتي الخاصة بالأعمال اليدوية بيسيمة. غنشارك معكم عمل يدوي بسيط اللي هو الطباعة بشكل بسيط. نحتاج ورقات هكا غنختارو نطبعو الشكلات اللي بغينا، سكوتش ترونسبارون، غنحتاج لاكول، وغنحتاج واحد طابعة فيها فراشات فقط للتزيين. نبدأ إن شاء الله على بركة الله بطريقة سهلة وبسيطة. هاد اللاصق اللي هو شفاف ناخده وغنحطه على الصورة، نغطيوها كاملة حتى ما تبقاش كتبان بالطريقة اللي كتشوفوا دابا. تنغطيو الصورة، كنحاولوا ما امكن نخرجوا الهواء اللي كاين بين السكوتش والورقه، ما خش يبقى فيها الهواء نهائيا. وتنقطعوا الشكل اللي بغيناه. من بعد ما تنقطعوا الشكل بالطريقه اللي بغيناها، اللي ما خصهاش تجاوز الشكل ديال الصوره بطبيعه الحال والسكوتش اللي درنا، تنوضعوها في الماء وتنخليوها مده دقيقه حتى كتبان لنا الورقه تتنعس، كتولي ديك الساعه صافي واجده باش تخدم. نخليكم مع باقي الشكل الثاني اللي باغا ندير ونرجع من بعد. نخليكم مع الصور تاع الاخر ونرجع من بعد نوريكم الطريقه كي غنديروا نقدو الشكل النهائي. من بعد ناخذ الصوره الاولى اللي درنا، تنبداو نحكوها هكا بين يدينا، كنحكو غير بشويه، كنحيدو داك الورقه بشويه باش ما طيرناش التصويره اللي بغينا نخدمو عليها، بشويه حتى كنزولو الورقه حتى ما كتبقاش بالنا الورقه، بدا كيولي فقط هذاك السكوتش كيبقى باين مع الصوره. مع العلم انا اختاريت هنا اللون بيض وكحل، ممكن انكم ديروا الالوان ولكن يكون في طبيعه لازر باش اللون كيبقى ما كي اذا جربتوها درتوها في طبيعه عاديه تيطيروا اللون، لازر كيبقى مزيان تيبقى كتخرج نتيجه زوينه بزاف وتيبقاو اللون كيما هما. خليكم مع الصور ان شاء الله وتشوفوا الاشكال النهائيه مع بعض التطبيقات اللي صايبتهم بهذه الطريقه هذه. شكرا لكم على المتابعه، ونتمنى لكم اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وتسجلوا وتشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على الجرس. شكرا لكم بزاف.